ونعوذ بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمات حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تكاد تتعرض لمنهجه وإنتاجه، فلذلك موضع سوى هذا الموضع باستيعاب ينافي هذا الاقتضاب. هذه كلمات تعرض للشيخ رحمه الله من حيث هو إنسان مسلم قبل أن يكون عالما وإماما وشيخا للإسلام. هذه كلمات تريك كيف يتحول الإنسان المسلم إلى فكرة تكاد تشتعل من كثرة ما تتوهج، وكيف يصبح المرء المؤمن صورة حية ناطقة لكل قول يقوله ولفظ يلفظه. هنا اشتغال الشيخ بالعلم من فجر حياته إلى مغرب شمسها، وهنا صفحه عمن ظلمه مع قدرته عليه وتمكنه منه، وهنا نظره إلى محنه على أنها منن من الله من بها عليه، وهنا جهاده بالسيف بعد جهاده باللسان والقلم، وهنا رفقه ورحمته وبره ومودته لكل من صادقه أو رافقه أو تلمذ عليه أو خالفه أو اتصل به من قريب أو بعيد، وهنا القبول الأرضي للعالم الرباني إذا أخلص لله كما ينبغي الإخلاص. وقد تبدى هذا القبول الأرضي في محبة الناس للشيخ حيا وميتا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وشيخ الإسلام رحمه الله هو الشيخ أحمد تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ عبد السلام مجد الدين أبي البركات ابن عبد الله ابن تيمية. ولد رحمه الله بحران يوم الاثنين عاشر، وقيل ثاني عشر ربيع الأول، سنة 61 و600 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي بحران إلى أن بلغ 7 سنين، ثم هاجر به أبوه وبإخوته إلى دمشق فرارا من زحف التتار وجورهم. فأما أبوه فهو الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية، قرأ المذهب الحنبلي على أبيه حتى أتقنه، ودرس وأفتى وصنف، وكان إماما محققا كثير الفنون، متواضعا حسن الأخلاق، جوادا من حسنات العصر، ومن أنجم الهدى، وإنما اختفى كما يقول الإمام الذهبي من نور القمر يقصد أباه عبد السلام، وضوء الشمس يقصد ابنه أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وقد باشر الشيخ عبد الحليم مشيخة دار الحديث السكرية بدمشق، وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمعة من حفظه. وأما جده فهو الشيخ مجد الدين أبو البركات
عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني، الفقيه الحنبلي، الإمام المقرئ، المحدث، المفسر، الأصولي، النحوي، أحد الحفاظ الأعلام. قال عنه حفيده شيخ الإسلام أحمد: كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة. وقال عنه الشيخ جمال الدين ابن مالك الطائي رحمة الله عليه أحد معاصريه: أولين للشيخ المجد الفقه كما أولين لداود الحديد. وكان الشيخ المجد معدوم النظير في زمانه، رأسا في الفقه وأصوله، بارعا في الحديث وما فيه، له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير، صنف التصانيف واشتهر اسمه وبعد صيته، وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، مفرط الذكاء، متين الديانة، كبير الشأن. وقد اختلف العلماء في علة تسمية الأسرة بابن تيمية، فقيل إن جده محمدا ابن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوجد امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية. وقيل إن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها. وأما جدته لأبيه فهي بدرة بنت فخر الدين أبي عبد الله محمد ابن الخضر، وتكنى أم البدر، كانت تروي وتحدث بالإجازة عن ضياء الدين بن الخرير. وعم جده عبد السلام هو الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد ابن القدر ابن محمد ابن القدر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الفقيه الحنبلي المقرئ الواعظ شيخ حرانة وخطيبها. رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع الحديث ولازم ابن الجوزي وسمع منه كثيرا من مصنفاته، ثم أخذ في التفسير فصنف التفسير الكبير في أكثر من 30 مجلدا. أسرة شيخ الإسلام إذن أسرة عريقة في العلم ضاربة الجذور فيه. فلما هاجرت من حران إلى دمشق خوفا من زحف التتار ودورهم، كان أثمن متاعها الكتب، ولم يكن الطريق خاليا من الأعداء ولم يكن معبدا. فلاقت الأسرة في نقل الكتب ملاقت، وكاد العدو يدركهم في الطريق، إذ توقفت عجلات المركبة عن السير لولا أنهم استعانوا بالله تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين. واستقرت الأسرة بدمشق، وتولى الشيخ عبد الحليم أبو شيخ الإسلام مشيخة الحديث السكرية بها، وفيها كان سكنه، وفيها تربى ولده تقي الدين الإمام. وكان أبوه يلقي دروسه من حفظه من غير استعانة بقرطاس ولا كتاب لقوة ذاكرته. وكذلك كان الشيخ مجد الدين جد شيخ الإسلام من قوة الذاكرة بحيث علمت قبل. فلا عجب أن نرى شيخ الإسلام رحمه الله يبلغ من ذلك مبلغا تحتار فيه العقول، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو على كل شيء قدير. واتجه الغلام الناشئ أول ما اتجه إلى القرآن فحفظه، ثم لم ينسه بعد، وكان قلما نسي شيئا حفظه، بل كان إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز فكأنما ينظر في مصحف منشور بين يديه. بل أعجب من هذا كثيرا، فإن استحضار الآيات لمواطنها في الاستشهاد أبلغ من النظر في المصحف، يعثر الناظر فيه على شاهده أو لا يعثر. ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه واللغة، وبرع في النحو براعة خاصة، حتى إنه لا يتأمل كتاب سيبويه ويدرسه دراسة فاحصة ناقدة، فيخالف بعض ما فيه معتمدا على ما درس في غيره، فلم يكن من المتهجمين من غير بينة، ولا كان مندفعا في القول من غير حجة وسلطان مبين. ولم يزل من صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وكان قد ختم القرآن صغيرا
ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني فإنه سمع كلا منها مرات عديدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وسمع من مشايخ كابن عبد الدائم المقدسي وطبقته، وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير، وقرأ الكتب الكبار ولازم السماع واشتغل بالعلوم. قال ابن عبد الهادي بن قدامة: وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وانتقى وتعلم الخط والحساب في الكتاب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ في العربية وبرع في النحو وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة. ودرس الفقه الحنبلي مع تتبع لسير الإمام أحمد، وكان شيخ الإسلام يجل الإمام أحمد إجلالا خاصا ويشيد بمواقفه ويعجب بمناقبه. وما أن جاوز الشيخ 20 من عمره حتى توفي أبوه، وتولى هو التدريس بعد وفاة أبيه بسنة، فجلس مجلسه وحل محله وهو في 22 من عمره، فجلس نظيرا لآئمة الحديث الممتازين كابن دقيق العيد وغيره من آئمة ذلك العصر الذين كانوا يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير بدمشق. قال عنه الحافظ الذهبي أحد تلاميذه الكبار: نشأ الشيخ تقي الدين في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمعة على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكان يورد الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح، وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وهو في زمانه فريد عصره، علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكثرة تصانيف، وقد قرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 14 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. وكان الشيخ قوي التوكل دائم الذكر، له أفكار يدمنها ولا يغفل عنها. قال تلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا،
وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما قريبا هذا معناه. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وظل أمر الشيخ في زيادة حتى أثنى عليه شيوخ عصره وسلم الجميع بعلو كعبه. قال ابن العماد: قال ابن الزملكاني: وكان إذا سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. وقال الذهبي: هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. وقال الشيخ عماد الدين الواسطي بعد ثناء طويل جميل على الشيخ ما لفظه: فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة، وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل. يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. وقال الشيخ الإمام ابن دقيق العيد: وقد سئل عن ابن تيمية بعد اجتماعه به كيف رأيته، فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. وقد كان لمظهر الشيخ فوق ما لمخبره أثر كبير في كل من حدثه أو ألقى سمعه إليه، وقد وصفه الذهبي أحد معاصريه في جسمه ونفسه فقال: كان أبيض أسود الرأس واللحية، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم، ولم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله مع كثرة توجهه. تلك صفات جسمية ونفسية فوق ما له من مزايا عقلية تجعله ذا هيبة خاصة وقوة تأثير ونفوذ في قلب من يتحدث إليه ومن يلقي سمعه إليه، فلا يلبث أن يلقي قلبه ومشاعره بين يديه. ولقد شاءت إرادة الله تعالى أن يولد ابن تيمية والدولة الإسلامية في حالة من الضعف والتمزق الشديدين، فقد زالت هيبة الخلافة وزالت وحدة الأمة وتصارع الأمراء على الجاه والدنيا، وظهر التتار قبحهم الله فنهبوا البلاد وقتلوا العباد، وخرج الفرنج قبلهم الله من الغرب إلى الشام وقصدوا ديار مصر وملكوا ثغر دمياط، وأشرفت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم. ولم يكن الشيخ بعيدا عن أحداث عصره، بل شارك في تلك الأحداث مشاركة العالم العامل المجاهد، فامتشق حسامه وحارب التتار بسيفه كما حاربهم بلسانه وقلمه.
فمن ذلك أنه لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرد وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. فوصل الخبر إلى الشيخ فقام من ثوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشجاعة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف، فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم، فخرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان. فلما رأى الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه منه وأجلسه، وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط المخذول ملك الكرد على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا، وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم. قال الشيخ كمال الدين: كان الشيخ ابن تيمية يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال له: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. وقال القاضي أبو العباس: إنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل: لما لم تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع، فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيطرطس بدمه. ومن ذلك أنه في سنة 700 من الهجرة اشتد الخطر على الشام من التتار ذلك العدو الرهيب، فأصبح الناس بين هارب أو لا يجد بدا من الاستسلام، وطلب نائب السلطان والأمراء إلى الشيخ أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان أن يجيء بالجيش لإنقاذ الشام. وفي القاهرة قال الشيخ للسلطان: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ثم قال: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الكرة، فخرجوا إلى الشام وكان الظفر والنصر. ومن ذلك أن الشيخ لم يكتفي بالتحريض والتعبئة والسعاية للحرب ضد التتار، بل قاتل الشيخ بنفسه فكان طليعة وكان بطلا رحمه الله. فقد ألقى الشيخ بنفسه في الميدان في رمضان سنة 270 من الهجرة في موقعة شقحب التي جمع فيها التتار جموعهم واستعدوا لها بكل قواهم، والتقى الجمعان واشتد القتال، ووقف الشيخ وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسنا، واستمر القتال طول اليوم الرابع من رمضان حتى إذا جاء العصر ظهر جند مصر والشام، وانحسر جند التتار فلجأوا إلى اقتحام الجبال والتلال، وجند السلطان الناصر أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءه يضربون أقفيتهم ويرمونهم عن قوس واحدة حتى انبلج الفجر وقد انكشفت الغمة وزال خطر التتار من بعدها، وكانت ثاني مرة يمنون فيها بالهزيمة وآخر مرة يغيرون. ومن ذلك خروجه بعد الفوز على التتار إلى الجبل لمحاربة طائفة من الشيعة مالأت التتار مرتين، وهم طوائف تنتسب إلى الشيعة الباطنية، وقد مالأت هذه الطائفة التتار مرتين وأسروا الأسرى وسبوا النساء والذرية من المسلمين، بل وباعوا النساء والذرية للصليبيين. خرج الشيخ إلى تلك الطائفة الرافضة فأزال مجتمعها في الجبل وقلم أظفارها وانتصر للحق منها،
ومن ذلك أن الشيخ قد اتجه إلى إزالة البدع والمنكرات، ففي جماد الآخرة سنة 1474 راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد التاريخ، وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر هنالك تزار ويندر لها، فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فانزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما. ثم جاءت المحنة للشيخ، وهذه أطراف منها. قال الشوكاني رحمه الله: وقع للشيخ مع أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته، وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأنه، فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم، وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون، ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. وهكذا حال هذا الإمام، فإنه بعد موته عرف الناس مقداره، واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به، وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. وقد ابتلي الشيخ رحمه الله بحسد الحساد، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط. والحسد داء قديم لا يسلم منه أحد، لأنه لا ينفك أحد من نعمة أبدا، وكل ذي نعمة محسود. فإذا كان ذو النعمة بالغا فيها بعطاء ربه المبالغ كشيخ الإسلام رحمه الله، فكيف تظن حسد الحساد فيه؟ وقديما كان في الناس الحسد. ومن هؤلاء كما يقول الشوكاني رحمه الله هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. وناهيك بقوله، أي قول ابن مخلوف، إن هذا الإمام يعني شيخ الإسلام قد استحق القتلى وثبت لديه كفره، ولا يساوي أي ابن مخلوف شعرة من شعراته أي شيخ الإسلام، بل لا يصلح أن يكون شسعا لنعله، وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، وحجبه الله تعالى عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. على أن الحسد لم يكن وحده الدافع لصراع المصارعين مع شيخ الإسلام رحمه الله، فقد كانت في الشيخ رحمه الله حدة تعتريه في البحث، وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس، ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير كما قال الذهبي رحمه الله. ودليل ذلك أنه اجتمع به أبو حيان في القاهرة سنة 700 من الهجرة، فقال أبو حيان: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة. ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبوي، فأغلظ ابن تيمية القول في سيبوي، فنافره أبو حيان وقطعه، وصير ذلك ذنبا لا يغفر. وسئل عن السبب فقال: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه، فقال: ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان معصوما، بل أخطأ في الكتاب، يعني كتاب سيبويه، في 80 موضعا ما تفهمها أنت. يقول ذلك لأبي حيان رحمه الله، فكان ذلك سبب مقاطعته إياه، وسبب ذكره في تفسيره البحر بكل سوء، وكذلك في مختصره النهر. وكان أهل حماة قد وجهوا للشيخ سؤالا سنة 98 من الهجرة، فأجابهم بما عرف بالفتوى الحموية الكبرى، التزم فيها قانون السلف في الأسماء والصفات،
والبعد عن التأويل والتعطيل. وكان الحسد قد استقر في قلوب كثير من الفقهاء فألبوا عليه بعض الولاة، ولكن التتار كانوا مستمرين في زحفهم ففر الولاة والفقهاء وصمد لها الشيخ رحمه الله. فلما من الله بالنصر على التتار واستقرت أمور العباد وعاد الشيخ إلى الإفادة والتصنيف، تحرك الحسد من جديد في قلوب الحاقدين لعلو كعب الشيخ وارتفاع مقامه عند العامة والولاة على السواء. وكانت سنة خمس وسبعمائة من السنوات الشديدة في محنها على الشيخ رحمه الله، فقد عقدت له عدة مناظرات في الفتوى الحموية وفي العقيدة الواسطية، ونصره الله عز وجل وأظهره على خصومه ومعارضيه. ووقعت في تلك السنة نفسها مخاصمة بسبب الطائفة الأحمدية الرفاعية، وكانوا يلبسون أطواق الحديد في أعناقهم ويدهنون بدهن خاص ثم يدخلون النار فلا يحترقون، يمخرقون بذلك على العامة من أهل الإسلام. فاشتد نكير الشيخ عليهم حتى شكوه إلى نائب السلطنة يطلبون أن يكف الشيخ عنهم وأن يتركهم وحالهم. فقال الشيخ: هذا لا يمكن، ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا الحمام ويغسل جسده جيدا، ثم ليدخل إلى النار بعد ذلك إن كان صادقا. ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته، بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة، فما الظن بخلاف ذلك. وانتهى الحال على أن يخلعوا أطواق الحديد من رقابهم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. ثم ورد في السنة نفسها كتاب من السلطان بحمل الشيخ إلى القاهرة، فتوجه إليها على البريد، وخرجت جموع المسلمين باكية حزينة لوداعه وهو واثق يرجو ويأمل. فلما وصل إلى القاهرة عقد له مجلس في القلعة، اجتمع فيه القادة وكبار رجال الدولة والقضاة والفقهاء، فلم يمكنوه من الكلام، وتولى الادعاء عليه زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية. فأخذ الشيخ في الكلام فحمد الله وأثنى عليه، فقيل له: أجب ولا تخطب. فعلم أنها المحاكمة للمجادلة، فقال: من الحاكم في؟ فقيل له: القاضي المالكي. فقال له الشيخ: كيف تحكم في وأنت خصمي؟ وآل أمر الشيخ إلى الحبس في برج أياما، نقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى السجن المعروف بالجب، وحبس معه أخواه شرف الدين وزين الدين، ولبث في السجن نحو 18 شهرا، حتى إذا كان شهر ربيع الأول من سنة 777 حضر حسام الدين ابن عيسى أمير العرب إلى مصر، ودخل السجن وأخرج الشيخ بنفسه بعد أن استأذن في ذلك. وخرج الشيخ فأقام بالقاهرة يعلم الخير وينشر العلم ويجتمع عليه الناس، حتى تقدم الصوفية بشكاية ضده إلى القاضي، وذكروا أنه يتناول ابن عربي وغيره من أعلام التصوف في الكلام، وهؤلاء عند الصوفية حريم مقدس لا يمس. فخير الشيخ بين أشياء: أن يقيم بدمشق، أو يقيم بالإسكندرية بشروط، أو يحبس. فكان أن اختار الحبس مؤثرا له على قبول تلك الشروط، ودخل السجن في العام الذي خرج فيه. ورغب أصحاب الشيخ إليه أن يجيب في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرطوه عليه، فأجاب وركب متوجها إليها، فأبى خصومه إلا أن يكون في قبضتهم وتحت أعينهم، وصدر الأمر برده إلى القاهرة، فرد في الغد إليها وأرسل إلى حبس القضاة، وأذن بأن يكون عنده من يخدمه. وكان السلطان الناصر بن قلاوون عارفا قدر الشيخ محبا له، إلا أنه في تلك الفترة كان قد عزل نفسه، وتولى السلطنة الملك المظفر بيبرسو الجاشنكير، وكان تلميذا لنصر المنبجي الصوفي الذي يصدر عن شرب بن عربي في آرائه وأقواله. فأصبح شيخ الإسلام عدوا سياسيا على نحو ما،
إذ ينظر إليه على أنه من أنصار الناصر بن قلاوون، ويقول في أمور الاعتقاد بغير ما يقول به السلطان ببرس وشيخه المنبجي الصوفي. وتقرر نفي الشيخ إلى الإسكندرية، فسافر إليها الشيخ على نية الرباط. وكان سفره إلى الإسكندرية في الليلة الأخيرة من شهر سفر من سنة 79، ومكت بها نحو 8 أشهر مقيما ببرج مليح نظيف له شباكان، أحدهما إلى جهة البحر يدخل إليه من شاء ويتردد عليه الأكابر والفقهاء والأعيان يبحثون معه ويتعلمون منه. وكان الشيخ إذا دخل حبسا وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يتلهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد مع تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك، حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والمدارس. وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده. ظل الشيخ بالإسكندرية حتى عاد السلطان الناصر إلى عرش مصر في يوم عيد الفطر من سنة 79، فأمر بإطلاق سراح الشيخ وحمله إلى القاهرة مكرما. فخرج الشيخ منها متوجها إلى القاهرة ومعه خلق من أهلها يودعونه ويسألون الله أن يرده إليهم، وكان وقتا مشهودا. ووصل إلى القاهرة في 18 من شوال، واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة 24 منه. ولقي السلطان الشيخ أحسن لقاء وأكرمه، وذلك أنه لما عاد إلى ملكه جلس يوما في أبهة ملكه وعز سلطانه، وأعيان الأمراء من المصريين والشاميين حضور عنده، وقضاة مصر عن يمينه وقضاة الشام عن يساره، والناس جلوس خلفه، والسلطان على مقعد مرتفع، وبينما الناس كذلك جلوس نهض السلطان قائما فقام الناس، ثم مشى السلطان فنزل عن ذلك المقعد ولا يدرى ما به، وإذا بالشيخ تقي الدين ابن تيمية مقبل من الباب والسلطان قاصد إليه. فنزل السلطان عن الإيوان والناس قيام والقضاة والأمراء والدولة، فتسالب هو والسلطان، ثم سارا إلى بستان فجلسا فيه حينا، ثم أقبلا ويد الشيخ في يد السلطان، وقعد السلطان على مقعده متربعا، وشرع يثني على الشيخ عند الأمراء والقضاة، وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة ما لا يقدر أحد من أخص أصحابه أي أصحاب الشيخ أن يقوله. ثم أنهى الوزير إلى السلطان أن أهل الذمة قد بذلوا للدولة في كل سنة 700,000 درهم زيادة على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيض. فقال السلطان للقضاة ومن هناك ما تقولون؟ فسكت الناس، فلما رآهم الشيخ تقي الدين سكتوا، جسى على ركبتيه وشرع يتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ويرد ما عرضه الوزير ردا عنيفا، والسلطان يسكته برفق وتوقير. وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقول مثله ولا قريبا منه، حتى رجع السلطان عن ذلك وألزمهم بما هم عليه واستمروا على هذه الصفة. لما عاد السلطان الناصر إلى الحكم وهرب ببرس الجاشنكير، خاف الذين سعوا من قبل في إيذاء الشيخ أن تقع عليهم العقوبة أو يقتص منهم جزاء ما قدموا من إساءة وكفاء ما أسلفوا من طغيان. ولكن العفو عند المقدرة مما تنطوي عليه نفس الشيخ، بل هو أول ما يعقد عليه الخنصر من جميل صفاته وحميد أخلاقه. وقد أخبر الشيخ أن السلطان الناصر لما جلس معه في البستان أخرج فتاوى لبعض الحاضرين في قتله واستفتاه في قتل بعضهم. قال الشيخ ففهمت مقصوده، وأن عنده حنقا شديدا عليهم بسبب خلعهم له ومبايعة الملك المظفر ركن الدين ببرس الجاشنكير. قال الشيخ فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم،
وأن هؤلاء لو ذهبوا لن تجد في دولتك مثلهم، وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم. تقول القاضي بن مخلوف المالكي: أعدى أعدائي الشيخ ما رأينا أعفى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، فلما قدر علينا عفى عنا. واستمر الشيخ بالقاهرة ينشر العلم ويحارب البدع، حتى توجه مع الجيش المصري قاصبة غزوة تتار، فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق، وجعل طريقه على عجلون، ووصل دمشق أول يوم من ذي القعدة سنة 1217، وكان مجموع غيبته عن دمشق 7 سنين و7 جمع. وقد أثمرت الفترة التي قضاها الشيخ بمصر، سواء وراء الأسوار أو خارجها، رسائل نافعة، منها ما وجهه الشيخ إلى أمه يعتذر فيها عن إقامته بمصر، لأنه يرى ذلك أمرا ضروريا لتعليم الناس وإرشادهم. ويلاحظ في تلك الرسالة رقة الشيخ لأمه وبره بها، كما يلاحظ نزول أسلوبه وقرب معانيه حتى يتابع في كل ذلك. ومن تلك الرسائل أيضا رسالة إلى إخوانه في دمشق ينصح فيها ويقرر العفو والصفح عمن ظلمه وآذاه. عاد الشيخ إلى الشام، فعاد إلى نشر العلم وتصنيف الكتب والإفتاء كلاما وكتابة، يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا، فتارة يوافق الأئمة الأربعة في فتاواهم، وتارة يخالفهم أو يخالف المشهور من مذاهبهم. في كل ذلك يتبع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وأفتى الشيخ رحمه الله في مسائل كثيرة من مسائل الفقه على حسب ما أدى إليه اجتهاده، فكان أن أفتى في الحال في الطلاق بعدم الإلزام، وأنه لا يقع به طلاق، وفرق بين الطلاق المعلق وبينه، وخالف بذلك ما عليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، واستنكر الفقهاء من أتباع المذاهب فتوى الشيخ، وجاهروا باستنكارهم، وكان ذلك في سنة 1817. وأشار قاضي القضاة الشام على الشيخ بالكف عن الإفتاء في هذه المسألة، مسألة الحلف بالطلاق، فقبل رحمه الله. ووردت إشارة من السلطان بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه المسألة، ونودي بذلك في البلد، ولكن الشيخ امتنع قليلا، ثم عاد إلى الإفتاء حتى لا يقع في إثم كتم العلم. وعلم السلطان أن الشيخ لم يمتثل لأمره، فأكد المنع مرة أخرى في 19 من رمضان سنة 1917، ولكن الشيخ استمر يفتي بما أداه إليه اجتهاده غير ملتفت إلى شيء. وانعقد مجلس بدار الحكم بحضرة نائب السلطنة، حضره القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة، وعاتبوا الشيخ دون جداله، وتكرر العتاب والرجاء، ولم يفد كل ذلك شيئا، فتقرر حبسه بأمر نائب السلطنة، واستمر محبوسا 5 أشهر و18 يوما، تبدأ من اليوم 22 من رجب سنة 2700، وأفرج عنه بأمر السلطان في اليوم 10 من محرم من السنة التي تلت. وعاد الشيخ إلى دروسه من جديد، إلا أن الأعين المتربصة به والقلوب الناقمة عليه كانت له بالمرصاد. وكان الشيخ قد أفتى قبل ذلك 17 سنة بمنع شد الرحال إلى زيارة القبور، واجتمع المتآمرون عليه فبيتوا كيدهم وأجمعوا أمرهم، وكاتبوا السلطان بعدما حرفوا الكلمة عن مواضعه، فجاء الأمر إلى دمشق في 7 من شعبان سنة 26 و700 بحبس الشيخ في القلعة، قلعة دمشق، وأخليت القلعة بقاعة فيها للشيخ، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بأمر السلطان، واعتقل تلاميذه وأولياؤه، وعزر بعضهم بإركابهم على الدواب والمنادات عليهم، ثم أطلقوا، ما عدا ما كان من أمر تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله. وفرح الشيخ بالحبس هذه المرة، وأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصانيف ويرسلها خارج سجنه، حتى ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده من كتب وأوراق ومحاضر وأقلام،
ومنع من عن باب من المطالعة. وكان ذلك في اليوم التاسع من جماد الآخرة سنة 28 و700. وتقول ذلك على الشيخ رحمه الله، فكان يكتب بالفحم أحيانا على ما تيسر له من ورق، ويحمد الله على ما من به عليه، ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ويقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ولم يقل الأمر بالشيخ فقد مرض في محبسه، وكانت مدة مرضه 24 يوما. واستأذن الوزير شمس الدين في الدخول عليه لعيادته، فأذن له الشيخ في ذلك. فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه، ويلتمس منه أن يحله مما كان منه، فأجابه الشيخ أنه قد أحله وجميع من عاداه، وأنه قد أحل الملك الناصر مما كان منه، لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه. وقال: قد أحللت كل أحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كانت القوى المعادية التي صادمت الشيخ وصدمته كثيرة، أهمها من الخارج التتار والصليبيون، ومن الداخل الجهمية والباطنية والأحمدية الرفاعية وغيرهم من الصوفية، بل ومع هؤلاء جميعا نصارى الداخل، كما كان السبب الداعي لتأليف كتابه أسرار بالمسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي وصف الشيخ رحمه الله لمجلس من المجالس التي عقدت له ما يدل على أن القوى المعادية كانت تحرك ضده السلطان والسلطات جميعا، حتى لقد وصل الأمر إلى حد وضع الكتب ونسبتها إليه، وهي زور وبهتان. قال رحمه الله: قد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشائخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين 8 رجب المبارك 75. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، وقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية تدعو به الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أدبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب. وقد ذكر البزار رحمه الله في الأعلام العلية أن مناقشة وقعت بين السلطان الناصري وشيخ الإسلام كان وراءها دسائس رسل التتار إلى السلطان، الذي قال للشيخ: إنني أخبرت أنك قد أطاعت الناس وأن في نفسك أخذ الملك. وانطلق صوت الحق من قلب الشيخ عالي النبرة رائع الصدق يقرر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغلي أي التتار لا يساوي عندي فلسين. فلا يصح لناظر ينظر الآن في حياة الشيخ رحمه الله أن يغفل البحث في مكائد هؤلاء المعادين للشيخ ولدعوة التوحيد التي اطلع بها وأفنى عمره كله في سبيل فوطيدها. ثم توفي الشيخ رحمه الله في ليلة الاثنين
لعشرين من ذي القعدة سنة 28 و700، وكان بعد إخراج كتبه قد عكف على كتاب الله عز وجل، فكان يختم في كل 10 أيام ختمة، وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلم الناس بموت الشيخ فاشتد التأسف عليه وكثر الحزن والبكاء، ودخل عليه أقاربه وأصحابه، وازدحم الخلق على باب القلعة وفي الطرقات، وامتلأ جامع دمشق واقتصر على من يغسله ويعين في غسله. فلما فرغوا من ذلك أخرج وصلي عليه أولا بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام، ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس، ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها. ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى يمر الناس. وخرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها، وعظم الأمر بسوق الخير وتضاعف الخلق وكثر الناس. ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب شرف الدين عبد الله رحمهما الله، وكان دفنه قبل العصر بيسير، وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم. وأغلق الناس حوانيتهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور، مع الترحم والدعاء له، وأنه لو قدر ما تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن 15,000 امرأة غير اللائي كن على الأسطح وغيرها، الجميع يترحمن ويبكين عليه. نعم، لم يبق في دمشق من يستطيع الحضور للصلاة عليه إلا حضر لذلك. ثم غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معائشها يومئذ، وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم. وما أن خرجت جنازته حتى أكب عليها الناس، وحصل البكاء والضجيج والتضرع، واشتد الزحام من كل جانب حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله. روى الدارقطني بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. ولم يكن الشيخ رحمه الله معصوما، ولا يقول بذلك مسلم، ولكنه رحمه الله كان معظما للشرائع ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم فإن له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زاخر، ولا كان متلاعبا بالدين، ولا ينفرد بمسائل بالتشهي، ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الآئمة، فله أجر على خطئه وأجران على صوابه. ولعل عالما من علماء المسلمين لم يدر حوله الخلاف كما دار حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويرأني لما نظرت في من طعن فيه وحمل عليه، لا من ناقشه بإنصاف فصوبه أو خطأه، وجدته لا يخرج عن واحدة من اثنتين لا معدى عن إحداهما، إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا. فأما الطائفة الأولى فأهل غرض وحقد، والغرض مرض كما يقولون، وهؤلاء ينتسبون إلى مذاهب حقة أو باطلة، يتعصبون لها تعصبا مظلما أعمى، ويحملون على مخالفيها حملا شنيعا. فمنهم من ينتسب إلى مذهب فقهي مخالف لا يرى الصواب في غيره، فالشيخ عنده على الباطل سلفا. ومنهم من ينتسب إلى مذهب اعتقادي باطل، وهو يرى الشيخ من أهل الزيغ لا لشيء إلا لأن الشيخ خالف باطله واتبع الحق الذي هو أحق أن يتبع. وأما الطائفة الثانية فقوم لا ينقصهم الإنصاف ولا يفتقرون إلى العقل والفهم، ولكنهم سمعوا أباطيل تروى عن الشيخ، ولم يسمعوا من يبدد بنور الحجة ظلماتها
أو نظروا في كتب تطعن في الشيخ ولم يتكلفوا مشقة العودة إلى مصادر النقول حتى يحيطوا بخبيئة الأمر ويعلموا كنها. والإنصاف بأنفسهم يقتضيهم أن ينظروا في كتب الشيخ حتى لا يتورطوا في الظلم، وهو قبيح لا يجمل بهم. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وهتك أستار منتقصيهم معلومة. وقال: لحوم العلماء سم، من شمها مرض، ومن ذاقها مات. أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولوالدي ولابن تيمية وللمسلمين أجمعين، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.